لأجل تقديم المساعدات والتخفيف من معاناة الشرائح الضعيفة وفي مقدمتها ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد وصلت وزيرة النوع الاجتماعي والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو إلى مدينة مساكوري حاضرة ولاية حجر لميس، وذلك بهدف توزيع مؤن غذائية لصالح الشرائح الضعيفة والمعاقين بالولاية. وبعد الاستقبال الذي حظيت به الوزيرة والوفد المرافق لها مباشرة، توجهت الوزيرة إلى مقر الاحتفال، حيث انطلقت المناسبة بالكلمة الترحيبية التي قدمها حاكم ولاية حجر لميس ساتي جيم سكسنوير، الذي شكر فيها الوزيرة والوفد المرافق له على هذه البادرة الطيبة التي تدخل البهجة في نفوس المحتاجين. وبعدها تتالت الكلمات التي تنصب جل حول دور البارز للحكومة التشادية للمساعدة المعاقين والشرائح الضعيفة. أما وزيرة النوع الاجتماعي والتضامن الوطني أمينة بريسيل لونغو بدورها شكرت الأهالي وسكان مدينة مساكوري على حفاوة الترحيب والاستقبال، وقالت إن المساعدات لم تأتي لشخص أو فرد معين بل جاءت للجميع. كما طلبت الوزيرة من كافة النساء والفتيات الخروج بكثرة من أجل تسجيل أنفسهم بقوائم السجل الانتخابي. يوم خرج يبوس دكانكو ناس يسقي في فيشة إلكتورال دعوين الإسلام السجل دعتمون كتسجلو. هذا ونذكر بأن المؤن الغذائية تمثلت في 1000 جوال أرز بالإضافة إلى 600 جوال زيت ومعدات خياطة وخمس درجات نارية ذو 3 عجلات لجمعيات النسائية بولاية حجر لميس.